اهلا بيكم في قناة ببساطة ايمان. النهاردة انا حابة اوريكم شوية افكار للترتيب والتنظيم في بيتي. انا بحب التنظيم والترتيب جدا، هو بيساعدني ان انا احس براحة نفسية لما الدنيا تبقى مرتبة حواليا، وبيساعدني ان انا افكر احسن وابدع اكتر. فيلا بينا نتفرج على الافكار. اي حاجة بتضطروا تسيبوها على ترابيزة او على الرخامة، ما تسيبوهاش كده، حطوها في علبة وحطوها جواها، بيبقى شكل احسن كتير وبتبقى الدنيا شكلها منظم اكتر. دي حاجة بعلق عليها اللبس من ايكيا، انا بستعملها عشان بحب انشف الهدوم في الشمس، فبدل ما احطها على المنشر واشيلها تاني، بحط على طول مثلا التيشيرتات والبنطلونات في الشماعات واسيبها تتنشف بالطريقة دي، وده بيوفر وقت كتير. دي سلة بحط فيها الخضار والفاكهة، وهي بتساعدني كتير ان انا بحط فيها حاجات الاسبوع كله، وبتكون مغسولة فبناكل منها بسرعة، وبتساعد الاطفال كمان ان هما لما يكونوا جعانين يروحوا ياخدوا فاكهة او خضار فياكلوا اكل صحي. دي فكرة لترتيب الاجهزة، بدل ما احطها وتتبهدل، فهنا مثلا في المضرب، هنا في الخلاط، فكل حاجة باخدها واستعملها وبعدين اغسلها وارجعها مكانها تاني، فبتبقى اسهل في الترتيب. ده الدولاب، فبحط فوق هنا الحاجات اللي انا مش بستعملها دلوقتي، زي لبس السباحة، لبس المناسبات مثلا، لبس الصيف لو احنا في الشتاء هكذا. ودي طريقة ترتيب الملفات عندنا، برتب عن طريق نوع الملفات او اسم صاحب الملف، ودي طريقة سهلة قوي لان هي بيبقى سهل خروج الملف منها ودخوله بدون ان انا ابهدل الملفات التانية او الاوراق التانية، فبتخلي الدنيا دايما منظمة في درج الملفات. ده تطبيق بيساعدني قوي ان انا افضل منظمة، اسمه اني ليست، وحاطه فيه هنا القوائم بتاعتي اللي انا اعملها، اللي انا عايز اعملها، زي الحاجات اللي عايز اشتريها من المحل، او الحاجات اللي انا بعملها يوميا زي ان العب رياضة، او الحاجات اللي بعملها اسبوعيا زي ان اسقي زرع. حاطه فيها افكار لاكل مثلا سريع لو جعت اعمله، حاجات كتير بحطها هنا عشان افضي عقلي شوية ان هو يفكر في حاجات تانية اهم، وبتكون موجودة في الابليكيشن ده، انصح بيه جدا. اتمنى الافكار اللي شفتوها تكون عجبتكم، وقولولي في التعليقات تحت ايه اكتر فكره عجبتكم هتطبقوها في البيت النهارده. ولو عجبكم الفيديو اعملوا شير مع اصحابكم، واعملوا لايك للفيديو، واعملوا سبسكرايب للقناه، لان ده بيساعدني جدا اعمل فيديوهات اكتر. واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.